السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناة أم جنات، ومرحبا بالمتتبعين ديالي الأعزاز، ومرحبا بكم وألف مرحبا وشكرا لكم بزاف بزاف بزاف. اليوم إن شاء الله يا ربي بغيت نصايب معكم واحد العجينة ديال البيتزا، يعني بطريقتي أنايا كتجي زوينة بزاف البنات، كتجي هائلة لا في المذاق ديالها ولا في الشكل ديالها البنات، يعني جربوها الطريقة هذه كتجي زوينة بزاف بزاف بزاف. هنايا عندي واحد الكمية على حسب افراد العائلة وعلى حسب مهم كل وحدة وشنو غدير. انا هنايا درت واحد الكمية ديال الدقيق ناعم يعني الفورس الممتاز، ودرت واحد شويش تاع الفينو، يعني غير شوية ديال الفينو ما كترتوش، درت غير شوية، ودرت الفورس يعني واحد القبيصة ديال الخميرة الفورية. بالنسبة للتوابل عندي هنايا الملحة على حسب الذوق، وعندي هنا سكينجبير، وعندي الزعتر، وعندي الابزار، واللي عندها ثومه بودره انا ما بقاتش عندي، اللي عندها ثومه بودره الضيفه راه كتجي حتى هي زوينه بزاف بزاف. وعندي هنايا نيدو واحد المعلقه كبيره ديال النيدو، وعندي هنايا واحد معلقه صغيره ما كاملهاش كاع، يعني معلقه صغيره ممسوحه ديال سنيده، ومن طبيعه الحال عندي هنا الزيت الزيتون والماء دافي باش غادي نخلط. مهم هاد العناصر هادو غادي نشدوهم، مهم نوضعوهم فوق الطحين ديالنا. البنات هادي غادي ندوبها واحد شوية هكا بهاد الطريقة هادي. هانتوما البنات باش تدوب ديال الخميرة بالطريقه هذه، ومن طبيعه الحال الزيت الزيتون، بسم الله غادي نضيف واحد الكميه ديال الزيت الزيتون. في بهاد الكميه هادي كيجيو زوينين البنات، كيجيو رائعين. ومن بعد غادي نخلطو هاد العناصر كاع كاملين، غادي نخلطوهم بهاد الطريقه هادي، يعني حتى نلبسو دوك التوابل كاع كاملين لهاد الطحين هذا. فتلو بهاد الطريقه هادي، هانتوما كما قلت لكم يعني حتى نلبسوا هاد التوابل كاملين، يعني نحسوا بهم انهم راه يعني وصلوا، يعني يدخلوا في الدقيق مزيان وتخلطوا مزيان. وعاد باش غادي ندير نرمي الماء ونجمع العجينه ديالي عادي، وغادي ندوزو نوريكم ان شاء الله يا ربي ندوزو نوريكم الطريقه ديال هذا ديال لاصوص. كتجي زوينه واقتصاديه وهائله وكتوجد دغيا دغيا. يعني هذه الطريقه هي اللي كنستعمل البيتزا، كتجي صراحه الله هائله في المذاق ديالها يا البنات. المهم بلا ما نطول عليكم غادي نجمع هاد العجينه هذه باش غادي ندوز نوريكم لاصوص ان شاء الله يا ربي، الطريقه يعني لاصوص ديالها كيفاش نديروا ليه. هانتوما البنات من بعد ما جمعنا العجينه ديالنا، هي دي الطريقه ديال لاصوص ديال البيتزا، يعني كتجي زوينه بزاف البنات لا في المذاق ولا في، يعني كتجي زوينه بزاف بزاف على بركه الله. هانتوما هالمقادير اللي درت، يعني قطعت مطيشه على هذا الشكل هذا، وقطعت البصله، وعندي هنايا الربيع المعدنوس والقزبر، هانتوما البنات كما كتشوفوا هو راه كاين لتحت، وعندي هنايا الفلفله حمراء، الفلفله حمراء يا البنات. وعندي هنايا واحد مطيشه، واحد معلقه ديال طوماط ديال مركز، هانتوما البنات. المهم بالنسبه للتوابل اللي غادي ندير هنايا في هاد لاصوص تاعنا، عندي هنايا سكينجبير، وعندي هنا الخرقوم والبابريكا، وعندي البزار، وعندي واحد شويه الكمون، عندي واحد شويه واحد القبيصه ديال الزعتر، والملحه على حسب الذوق. واللي باغا تضيف سنيده تضيفها، انا راه ما كنضيفهاش، ومن طبيعه الحال كنضيفو الثومه دابا غير مع رمضان، راكم عارفين كيقولوا راه الثومه يعني ما عرفتش شنو. ها
هانتوما البنات غادي نضيف هاد التوابل هادو، كيقولوا راه مكروهه ما عرفت. هانتوما البنات ومن طبيعه الحال زيت الزيتون، وغادي نضيف فيها الماء وغادي نردها طيب ليا ان شاء الله يا ربي حتى طيب، وغادي نطحنها كتجي عاقده يا البنات وتجي زوينه زوينه زوينه. وقسما بالله الى الطريقه هذه اجمل، ما تحكوش مطيشه، الا حكيتوها كتبقى دايره تطلق واحد المذاق خايب. يعني قطعوها بالطريقه هذه وقطعوا المهم خلوها حتى طيب وطحنوها، كتجي زوينه يا البنات وتجي عاقده. انتم غادي تشوفوا معايا في التالي كيفاش دايره. وبالنسبه بالنسبه يعني داكشي باش المهم داكشي اللي غادي ندير انا هنايا، اضطريت انني ندير واحد شويه شتا على داند مع راه درتو في الكونجيلاتور بحال هكا، قطعتو من طريفات صغير ورينا البنات ودرتو في الكونجيلاتور. يعني غادي هنايا درت فيه سكينجبير والابزار والملحه فقط، يعني باش يخلي باش تبقى واحد النسمه واحد لوغو زوين في هاد لاداند، تيجي زوين بهاد الطريقه هادي. ما تكثروش فيه التوابل بزاف، يعني كديروا غير سكينجبير والابزار والملحه والزيت من طبيعه الحال فاش غادي يتشحر. انتم البنات من بعد ما نشحروا هاد العناصر كاع كاملين وغادي نتلاقاو ان شاء الله يا ربي باش غادي تشوفوا الطريقه ان شاء الله. هانتوما البنات راه سرحت العجينه ديالي، ما بغيتش نطول عليكم بزاف، يعني سرحتها يعني حتى خليت على هاد السمك هذا، يعني ما خصهاش تكون رقيقه بزاف ما خصهاش تكون غليظه ثاني. المهم نتوما كتقطعوها كتقطعوا المهم بغيتو ديروها كبيره كديروها، المهم هادشي كيبقى من الاختيار ديالكم، يعني بغيتو تقطعوها نتوما بالمول اللي عجبكم تقطعوها. انا هنايا عندي هاد المول هذا ديال الهومبرغر، يعني اضطريت انني نقطع به راه تيقطع لي مزيان. نتوما كذلك كما قلت لكم يعني حاولوا انكم تقطعوها باش ما بغيتو. نحاولوا البنات نقطعوها مزيان، وهاد العجينه من طبيعه الحال اللي كتشيط لينا يعني راه ما كنلوحوهاش، يعني راه كنعاودو ثاني نخلوها حتى كتلق لينا وكنصايبو بها البيتزا ديالنا. هانتوما البنات غادي نتقبهم بالفرشيطة بحال هكايا باش ما يتنفخوش البنات، ومن طبيعة الحال غنديهم للفران غادي يطيبو واحد شي شويش غير يعني غير من التحت. المهم انتوما كيما كتشوفو يا البنات يعني الطريقة راه ساهلة بالنسبة للمبتدئات. انا اللي كنركز عليها البنات كنركز انا على المذاق اكثر من الشكل، المذاق كيجي رائع. تبعوا هذه الطريقه هذه اللي وريتكم، يعني ما عمركم غادي تستغناو على البيتزا، البيتزا كتجي رائعه بهذه الطريقه اللي وريتكم بالضبط. مهم اللي بغى تضيف خلاص، انا غير ما ضفتش الثومه، الثومه هي اللي بغى يضيفها يضيفها، يعني راه الثومه كنضيفها انا ولكن على حسب رمضان ما بغيتش نضيفها صراحه الله. صافي نكتفيو بهاد سميتو، يعني راه باقي راه عندي العجينه نخليها ترتاح على ما ندخل هادو ثاني للفران يطيبو، ومن بعد ان شاء الله يا ربي غادي نتلاقاو في يعني في التزيين، غادي تشوفوا معايا الطريقه في التزيين ان شاء الله يا ربي. وبقاو معايا ما تمشيو فين. هانتوما البنات كما كتشوفوا احنا سالينا البيتزا ديالنا، يعني راه درت لها غير نص طيبه
شوفوا البنات كي كتجي رائعة يا البنات، كتجي زوينة 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 زوينة. هانتوما كتجي العجينة ديالها هشيشة يا البنات، تجي زوينة رطيبة يا البنات. انا راه ما تتعجبنيش ديك البيتزا الغليظة، ما تتعجبنيش انا ديك الغليظة، كتعجبني انا رقيقة بحال هذا الشكل هذا البنات. هانتوما شتي، هانتوما شتو. المهم هي العجينة ديالنا سالينها، وعندي داك لادانت اللي قلت لكم هاني راه يعني طيبته على هذا الشكل هذا، يعني ايب درت فيه الملحه كما قلت لكم والبزار والسكينجبير فقط والزيت، يعني نكتفيو بهاد المقادير هادو باش ما يعطيناش عاوتاني تيخلي واحد النسمه زوينه وواحد المذاق زوين. بالنسبه لاصوص ديالنا، ها هي لاصوص ديالنا هائله يا البنات، كي كتجي عاقده ما شاء الله، عاقده عاقده ما شاء الله البنات. والله الا كنتمنى هاد الطريقه هادي تجربوها صراحه، الله كتجي زوينه وعاقده. نتوما يا البنات شوفوا، والله الا كنتمنى تجربوها الطريقه هادي. المهم على بركه الله، وعندي هنايا من طبيعه الحال الزيتون كيبقى من الاختيار ديالكم، وعندي هنا الفرماج عاوتاني حتى هو كيبقى من الاختيار ديالكم، يعني تقدروا ديروا ديك موزاريلا، تقدروا ديروا اي حاجه بغيتوها، يعني ماشي بالضروره ديروا هادشي اللي درت انايا. بسم الله، الطريقه اللي تندير لهم البنات يا هاجي. نتوما كما كتشوفوا، ومن بعد تنديرهم في اللاطه ديالي، كنديرهم في الفران، يعني كيزيدوا يتحمروا غير شويه حيت راه كلشي طايب، يعني غير شي شويه كيتحمروا غير شويه يذوب لي داك داك الفرماج، يعني حتى العجينه شي شويه من الفوق من هنايا، يعني جي نوريكم هاد الطريقه هادي باش ما نطولش عليكم البنات. يعني راه هاد مطيشه هادي راه ما بانش في التصوير كيما كنشوفها انا مباشره، حيت هنايا بانت لي واقيلا في التصوير بحال شويه صفراء، وهي راه ماشي صفراء صراحه الله. انا هادي هي الطريقه اللي تنديرها البنات باش تجيني حتى ديك هاد هاد العجينه هادي كتجيني زوينه، كتنسم حتى بهذا لو فرماج هذا، يعني فاش نصبق لو فرماج من التحت فوق من المطيشه كتجي زوينه بزاف. المهم كل وحده كاينه اللي كتكثروا كاينه اللي كدير على حساب، المهم اللي عندها فرماج يعني موجود، عندها في الدار ديالها موجود، يعني تستعملوا دير الكميه اللي بغات. نيبو دابا حنا غادي نديرو العداد ديالنا والزيت ونخلطوهم بجوج ونديروهم. هانتوما البنات كما كتشوفوا، يعني تالتالي فاش غادي يطيبوا ليا غادي ندير عليهم واحد شويه ديال الفرماج من الفوق. هي الطريقه اللي تندير انا البنات، يعني حتى التالي غادي ندير فوقهم منهم واحد شويه ديال الفرماج
كيعطيو واحد النسمه زوينه، واللي بغا تضيف شي حاجه اخرى من غير هذا الشيء تضيفو، يعني راه ما كاين حتى شي اشكال، يعني راه البيتزا تقدروا ديروا فيها اي حاجه بغيتو. المهم انا كنركز لكم غير على هاد لاصوص هذا، عرفتي كيجي هاد لاصوص هذا هائل، والمقادير اللي تنديروا في العجينه، يعني بغيتكم تركزوا غير على هاد المقادير اللي تنديروا في العجينه ولاصوص، عرفتي هائلين البنات، كيجيو زوينين زوينين قسما بالله. كوكتو حدايا يعني حتى نصايبها لكم وغتذوقوها وتشوفوا. او بصحتكم وراحتكم ومرحبا بكم. مهم انتم راه يعني تبقى مهم بقاو المهم بقاو معايا هاد الشيء وفين، يعني حتى نسالي الشك تنسالي هاد سميتو، يعني باش نوريكم الشكل النهائي ان شاء الله يا ربي، قد ما كنطول قد ما كنخربق في الهضره. المهم الله يعاونكم حتى نتلاقاو في الشكل النهائي البنات. هانتوما البنات كما كتشوفوا هي البيتزا ديالنا، كتجي رائعه يا البنات، وكتجي زوينه زوينه لا في المذاق ديالها ولا في الشكل ديالها، كتجي رائعه يا البنات. شو ما شاء الله، يعني راه طايبه راه محمره هانتوما. وكنتمنى هاد الطريقه هادي تنال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا كما كنقول لكم دائما باش نجيب لكم الجديد، يعني راه عمرت هاد الكميه هادي بلا داند، وبقات لي الكميه الاخرى ان شاء الله يا ربي غادي نعمرها بلا داند. ومهم نتوما كيبقى من الاختيار ديالكم. ومهم هذا هو الشكل النهائي ديال البيتزا ديالنا، شكي كتجي البنات رائعه، كتجي زوينه 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 بزاف. ومهم ما تبخلوش عليا كما كنقول لكم دائما باش نجيب لكم الجديد، والله يعاونكم البنات وبالصحه والراحه، ورمضان مبارك سعيد.